السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا اليوم العالمي للمرأة، وأنا بديعة بن عزوز رئيسة جمعية فرصتي بمركز سيدي عبد الله. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للمرأة، وهذا اليوم مشرف لجميع الأمهات، وأنا كيحصل لي الشرف باش استدعينا الأمهات ديال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندنا في المركز باش ندخلوا لهم البهجة على القلوب ديالهم. رغم ان الوقت احنا درنا المسائل الاحترازية ودرنا المسائل، لكن هذا كيشرفنا باش نفتخروا بهاد الامهات نظرا للمشكل ديال الاعاقة ديال هاد الامهات اللي كيقاسيو زعما شيء عظيم، ولكن كنكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام. سيدتي، كيفاش طريقة الاشتغال ديالكم مع الأطفال خصوصا أنهم في وضعية صعبة؟ هذا مركز عندنا فيه إعاقات بأربعة الأنواع، عندنا الديسلكسيا، وعندنا التأخر الذهني، وعندنا التوحد، وعندنا واحد الفئة من الأطفال كيديروا داكشي ديال الطبخ. الحمد لله عندنا جمعيات عندهم صلة عميقة في هاد الاختصاص ديالها بالنسبة للإعاقة، وهاد الأقسام كلهم تبارك الله كنديروا المسائل داخل أقسامهم، ومسائل غادية بتنظيم والأورغانيزاسيون ديال السنتر كسنتر الحمد لله. والأطفال كنتلمسوا فيهم زعما واحد المسائل اللي كتمشي للقدام دائما، رغم الإعاقة ورغم زعما التدبير الصعب مع هاد الأطفال نوعية الأطفال، لكن الحمد لله بالمقدورة ديال جميع العاملين بهذا المركز، وبالمقدورة ديال الرؤساء ديال الجمعيات اللي معايا في جمعيتي ديال فرصتي، كلهم تبارك الله كيبدلوا هذا المجهود وكيعطيو تبارك الله من النفيس ديالهم لصالح الاطفال، والحمد لله المسائل غادي على ما يرام. سيده الرئيسه، بغيت نسولك صراحه، الشغل والعمل اللي كتقوم به هو عمل جميل جدا لا يمكن احد ان ينكر هذا. بغيت نسولك السيده الرئيسه، واش كاين شي دعم عندكم؟ كاين شي دعم اللي يكفيكم واللي يعينكم على هذا العمل؟ الحمد لله والشكر لله، كاين المركز كاين المصاري الحمد لله. طبيعه الحال الحمد لله والشكر لله، لان احنا مركز تابع للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكنكن كل تشجيع وكل احترام وكل تقدير للقسم الاجتماعي بعماله سلا. الفضل كيرجع لعامل عماله سلا والسيده المكلفه بالقسم الاجتماعي لعماله سلا، والسيد المدير اللي معايا هو السيد بدرعي، لان كيكنوا لنا واحد زعما واحد المجهودات كثيره، وبه باش كتمشى التسيير الداخلي ديال المركز لصالح جميع الفئات الاطفال اللي عندي داخل المركز، والحمد لله والشكر لله. شحال ديال العدد عندكم هنا في المركز؟ تقريبا عندي ما يقرب عند 64 طفل. 64 طفل طبيعا باعاقه مختلفه. السيده الرئيسه، شنو كتقدموا لهاد 65 طفل بشكل يومي؟ عندنا واحد ثلاثه ديال النوع الاعاقه بحال التوحد
وبحال ديال الديسلكس لا التوحد والطبخ وتأخر ذهني. هادو أطفال قارين بالمركز كيجيو من 9 الصباح حتى تقريبا كاين اللي كيخرج في 3 كاين اللي كيخرج في 4. هذاك عندهم عمل يومي عمل يومي كيجيو كياخذوا بطبيعة الحال عندهم توقيت ديال الراحة ما بين 12 وهذا 12 وجوج وكيخرجوا بحالهم. وعندنا أصحاب ديال الديسلكسيا هذوك اللي عندهم بحال دعم كيجيو للسنتر على حسب الأوقات البروغرام ديال المدارس ديالهم كيجيو هنا يتلقاو بحال الدعم. هادو الديسلكسيا هما اللي ماشي قارين، اما الانواع الثلاثه الاخرى قارين عندنا الاطفال ديالهم. وكنمكن كل التقدير لرؤساء الجمعيات اللي معايا هي من نفيسه بنادني وفتيحه الاوسي وملكه امخشان. هادو هما اللي الاطفال ديالهم اعاقه قارين الاولاد عندي هنايا. تبارك الله المسائل غادي على ما يرام. وكنتمنى ان شاء الله كلشي يمشيو على القدام. سيده الرئيسه شنو ناقصكم؟ لحد الساعه الحمد لله ما ناقصكم شي حاجه. ايوا شوف حنا مع الاوقات غاديين تبارك الله مسائل على حسب ما عندنا في المقدوره. وكراس انا كنقولها ومازال تنقول كان كل تقدير المدام سميره رئيسه القسم الاجتماعي عملت سالة، لان الحمد لله المسائل غادي على مرا وديك حتى جوج حجره وما كيعرفونا. والحمد لله انا اوتونكو انا زعما حارصه على الترتيب ديال داخل المركز كنحرص عليه باش الحمد لله كنمشيو على واحد الطريقه اللي ترضي الجميع. شكرا جزيلا استاذ. مرحبا سيدي وسلامي للجميع وشكرا.